أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني ثانوي لغات، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنكمل ريفيجن نمبر 3 على الألجبرا. في كويشن نمبر 1 اللي هو بيقول لي هنا if f of x equal 1 over x g of x equal root x then the domain of f times g. احنا اتفقنا ان f times g يبقى هجيب الدومين بتاع ال f دي 1 والدومين بتاع g دي 2 واجيب الانترسكشن بتاعهم هو d المطلوب. طب الدومين بتاع ده هيبقى ايه؟ طبعا ده فراكشنال 4 يبقى هتبقى r minus 0 ده بالنسبه ل f اللي هو دي 1. طب ودي 2 هتبقى ده x اكبر من او تساوي 0 يعني هتبقى من 0 لانفينيتي صح كده؟ طيب الانترسكشن بتاع الاثنين دول، والله انت ارسم على النمبر لاين تحت كده، ارسم على النمبر لاين هنا كده. انت عندك r minus 0 يبقى انا هستبعد الزيرو بس. طب وعندك من 0 لانفينيتي هتاخد الزيرو ها ومعاها مين؟ طبعا هنا هتاخد ده كله، ده r minus 0 ماشي يا سيدي. طب والثانيه انت هتاخد من 0 لانفينيتي، ادي الزيرو اهي كمان لغايه انفينيتي. طب مين الانترسكشن بتاع الاثنين؟ هتبقى من 0 لانفينيتي، من 0 لانفينيتي بس الزيرو هتبقى ايه؟ انا عايز انترسكشن هتبقى الزيرو ها، هتبقى من 0 لانفينيتي. خد بالك كويس، الانفينيتي اوبن. طب والانترسكشن لازم تكون موجوده في الاثنين، الزيرو موجوده تحت لكن مش موجوده فوق، يبقى هتبقى اوبن. طب ده اللي هو مين؟ اللي هو ار بوزيتيف، عشان انا عارف ان ار بوزيتيف هو 0 انفينيتي اوبن. تمام، يعني ما اخدش دي غلط. طب رقم 2 بيقول لي اف اف اوف اكس از ايكوال تو اكس بلس 1، طيب وجي اوف اكس ايكوال اكس بار 2. طيب ذن اف افتر جي اوف 2 او اف اوف جي اوف 2، يبقى لازم اجيب جي اوف 2 الاول. طب يبقى احط ال 2 فين؟ في الجي. طب يبقى جي اوف 2 بكام؟ ب 2 سكوير اللي هي بكام؟ 4. اخد ال 4 دي بقى واحطها في الاف، يبقى 4 بلس 1 بكام؟ ب 5، يبقى هكتب هنا 5. طب ذا دومين اوف ذا فانكشن اف اوف اكس ايكوال 5 ماينس اكس، والله احط اللي تحت الروت ده 5 ماينس اكس اكبر من او تساوي 0، لازم يكون نون نيجاتيف. طيب انقل الاكس الناحيه الثانيه يبقى هتبقى اكس اصغر من او تساوي كام؟ طب انت ارسم النمبر لاين عشان تفهم بس احنا بنقول ايه. طب ده اكس ايكوال 5، طب واكس سمولر يبقى جو تو ذا ليفت، يبقى انت هتاخد مين؟ من نيجاتيف انفينيتي لغايه 5، من نيجاتيف انفينيتي لغايه 5، نيجاتيف انفينيتي اوبن و5 كلوز، فين هي اللي هي سي. طب ده بالنسبه للفيرست كويستشن. السكند بيقول لي في نمبر 4 بيقول لي لو اف اوف اكس ايكوال روت اكس، طب وجي اوف اكس ايكوال اكس سكوير، ذن ذا دومين اوف ايه؟ اف افتر جي. طب احنا قلنا اف افتر جي معناها ايه يا شباب؟ ان احنا بنجيب الجي ونحطها في الايه؟ احنا قلنا بنحسب دومين الجي نفسها. طب فين الجي؟ طب الدومين بتاعت الجي هي ايه؟ ار، يبقى ده دي 1 عشان دي اكس باور 2 يبقى الدومين بتاعها ار كلها. طب وبعدين اخد الجي احطها في الاف، طب احطها في الاف يعني ايه دي؟ معناها هنا اف اوف جي اوف اكس دي معناها ايه؟ اخد الجي احطها في الاف مكان الاكس، الجي اللي هي اكس سكوير احطها مكان الاكس دي، تبقى دي روت اكس سكوير. طب بعد كده بعد ما شلتها هات الدومين بتاع ده، طب يبقى لازم ده اكس سكوير يكون اكبر من او يساوي مين؟ زيرو. طب اكس سكوير ما هو اكبر من او يساوي زيرو اتقول، يعني اكس سكوير دي بوزيتيف على طول؟ بوزيتيف، لان هي سكويرنج. وبعدين هنا روت اكس سكوير اللي هي مين؟ اللي هي ابسولوت اكس. طب ما هي ابسولوت اكس ايه؟ هتبقى بوزيتيف على طول. طب ابسولوت اكس بوزيتيف على طول يعني الدومين بتاعها ايه؟ ار. طب وار كروس ار؟ ار هنا، هنا الدومين ار وهنا الدومين ار، اللي بالانترسكشن بتاعهم ايه؟ يديني ار. طيب نمبر 5 اف اف اوف اكس ايكوال روت اكس ماينس 1 وجي اوف اكس ايكوال روت 1 ماينس اكس، ذن ذا دومين اوف اف بلس جي، يبقى لازم اجيب الدومين بتاع الاف والدومين بتاع الجي وبعدين اجيب الانترسكشن بينهم. طب اكس ماينس 1 هتبقى ام اكس ماينس 1 اكبر من او تساوي 0. طب دي معناها ايه؟ معناها اكس مور ذان اور ايكوال تو 1، يعني معناها ايه برضو؟ من 1 لانفينيتي، ده كلوزد وده ها. طب والتانية هتبقى 1 ماينس اكس اكبر من او تساوي 0، في المرة دي هنقل الاكس، تبقى 1 اكبر من او تساوي مين؟ يبقى اكس اصغر من او تساوي ايه؟ 1. طب لما تيجي ترسم انت النمبر لاين، ادي النمبر لاين بتاعك اهو، الاولاني اكس اكبر من 1، ادي ال 1 اهو ها، وهروح يمين يبقى لغاية انفينيتي. طب والتاني اكس اصغر من 1 او بيساوي، ادي الايه اكس اكس اصغر من 1 في ايكوال برضو، طب هتروح كده
الله، مين الانترسكشن بينهم؟ اه والله الانترسكشن بتاعهم اللي هو الحته دي بس، يبقى هي 1 بس، يبقى هتبقى دي، يبقى ده الدومين بتاعي المشترك بين ده وده ال1 اللي هو هيبقى فيه ديفاين في الاثنين. طيب نمبر 6 بيقول لي if the relation between x و f of x و g of x is as shown in the given table. عندي table لو عندي x، لو تكون x بنيجاتيف 1 يبقى f of x بنيجاتيف 2. يعني معناها ايه دي؟ دي معناها f of نيجاتيف 1 تديني نيجاتيف 2، f of 0 تديني 0، f of 1 تديني 2، f of كذا وهكذا. طب g of نيجاتيف 1 تبقى 4، g of نيجاتيف of 0 تديني 3، g of 1 تديني 2 وهكذا. طب هو بتقول لي ايه؟ Showing in the given table for some values of x, then the value of x that satisfy that g of f of x equal negative كام؟ يبقى أنا عايز الg هي اللي بكام؟ بنيجاتيف 1. طب فين النيجاتيف 1 في الg؟ أهي. طب إمتى؟ لما تبقى f of x بكام؟ لما تبقى x بكام؟ g of كام؟ بنيجاتيف 1. يبقى المفروض هنا إيه؟ المفروض أحط 4 هنا. طب ال 4 دي مكان مين؟ مكان f of x. طب f of x ب 4 عندي مين؟ عندي 2، يبقى اختار 2 هنا. هقول تاني السؤال ده عشان نفهم، انا بس همسح شويه حاجات كده عشان بس نفهم فيها، ماشي؟ هنمسح الكلام ده عشان تفهم انا بقول لك ايه في السؤال ده تاني. السؤال ده بيقول لي ايه تاني؟ هو بيقول لي هنا، هو هنا بيقول لي f g of f of x equal negative 1، يبقى g بكام؟ بنيجاتيف 1. فين ال g؟ اهي ال g اهي. طب بنيجاتيف 1 في قصاد مين؟ في ال x قصاد ال 4. يعني معناها g of 4 equal negative 1، يبقى ال 4 دي مكان مين هنا؟ مكان ال f of x، يبقى كده f of x equal 4. طب ال f of x هنا equal 4، فين ال f of x؟ اهو. فين ال 4 بتاعتها؟ اهي. طب قصاد اكس بكام؟ اكس ب 2، يبقى هنا اختار ال 2. يا رب تكون واضحه. طيب في الكويشن اللي بعد كده بيقول لي اف 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 اوف اكس ايكوال 1 اوفر اكس، جي اوف اكس ايكوال اكس بلس 3، فايند اف افتر جي. يبقى خلاص بقول له ده معناها اف اوف جي اوف اكس. يعني ايه دي؟ يعني تاخد الجي اوف اكس دي وتحطها مكان الاكس. طيب يبقى دي هتبقى 1 اوفر اكس بلس 3. طيب والجي او جي افتر اف، يبقى هاخد الاف واحطها في الجي. فين الاف؟ اهي 1 اوفر اكس، يبقى اشيل دي واحط مكانها 1 اوفر اكس بلس 3. طب دي ممكن اكتبها ايه؟ ممكن اكتب اكس تحت واكتب 1 فوق عادي، ودي اوفر 1، يبقى اكس تايم زون باكس، واكس تايم 3 ب 3 اكس فوق. ممكن اكتبها كده وممكن اسيبها كده، مفيش مشكله. بس سال لي اند ستيت ايه؟ ذا دومين ان ايتش كيس. اهي المشكله عندي في الدومين بقى. انت طبعا احنا قلنا عشان نجيب اف افتر جي الدومين بتاعها بنجيب الدومين بتاع الجي اللي جوه. طيب يبقى دي 1 هيساوي دومين الجي هنا ايه؟ جي اوف اكس ايكوال دي بولينوميال، يبقى الدومين بتاعها ار. طب وبعد ما حطيت الجي في الاف طلعت لي دي. طب يبقى اجيب الدومين الثاني بقى، الدومين بتاع ده يبقى ار ماينس نيجاتيف 3، اللي هو عشان احط ده بزيرو بقى، اكس بلس 3 ايكوال 0 يبقى اكس ايكوال نيجاتيف 3. طب دي 1 ودي 2 اجيب الدومين الانترسكشن بتاعهم، دي 1 انترسكت دي 2. ماشي الدومين بتاعهم يبقى ايه يا شباب؟ هيبقى ار ماينس ده وار ماينس نيجاتيف 3 الكومن، هيبقى ار ماينس نيجاتيف 3 كله بقى، يبقى ار ماينس نيجاتيف 3. ليه؟ لان ار ماينس نيجاتيف 3 هما ده ار وار، يبقى الفرق بينهم ده بس، يبقى هشيل دي. اما في الحاله الثانيه عشان اجيب الدومين بتاع نمبر 2 يبقى لازم اجيب دومين اف، يبقى الدي 1 عندي اللي هو دومين اف. طب دومين اف اللي هو مين؟ اللي هو ار ماينس 0، اللي هو ار ماينس الزيروهات بتاعت اللي تحت دي. ماشي. طب والدومين الثاني بعد ما حطيت الاف في الجي هجيب دومين ده. طب دومين ده مين؟ برضو ار ماينس 0. طب الانترسكشن بتاعهم هما زي بعض، يبقى الدومين بتاعي ها بتاع جي او اف او جي افتر اف اوف اكس هتبقى ار ماينس 0. طب يا رب تكون الكلام ده واضح، وساعدنا بلقائكم، ونكمل في لقاء تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.